بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. وحشتونا، يمكن بقالنا اكتر من شهر ما تقابلناش، طبعا بظروف ان كره القدم مبارياتها بتكون يوم الاحد والاربع في ميعاد البرنامج، وطبعا يعني اخبار كتير حصلت في الشهر ونص ده. يمكن هنحاول بقدر المستطاع نجيب لحضراتكم يعني اللي حصل في الفتره الاخيره، ولكن يبقى النادي الاهلي دائما ابدا خليه شغل سواء في الالعاب الاخرى او في كره القدم. يمكن هتشوفوا الاخبار كتير على الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، وزي ما تعودنا مع حضراتكم النص الاولاني بيكون مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها سواء جوه النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، والنص الثاني بيبقى فقره حواريه. فقرتنا النهارده باذن الله عن كره السله سيدات في النادي الاهلي. انتوا عارفين طبعا ان كابتن طارق خيري المدير الفني تولى المسؤوليه في نهايه الموسم اللي فات، يمكن قبل بدايه دوري السوبر او البلاي اوف يمكن بايام قليله تولى المسؤوليه. طبعا تم التجديد لكابتن طارق خيري، هو اللي بيتولى المسؤوليه كمان السنه دي، استطاع انه يدعم الفريق بصفقات جديده. النهارده هيكون معانا الكابتن طارق خيري المدير الفني طبعا لكره السله سيدات بالنادي الاهلي، واحد طبعا يعني نجوم واساطير النادي الاهلي في كره السله. وهيكون معانا يمكن صفقه مهمه جدا، الصفقه دي كانت مصابه، كانت يعني غائبه السنه اللي فاتت، والحمد لله يعني ربنا كمل شفاء على خير. كانت ثريا محمد اصيبت بالرباط الصليبي في مباراه الجزيره في بدايه الموسم اللي فات في بطوله المنطقه، وغابت طوال الموسم عن الفريق، ويمكن اثرت بشكل كبير. لعيبه هدافه بتحط 15 20 نقطه في المباراه، طبعا غابت عن صفوف النادي الاهلي اكيد كان ليها تاثير. الحمد لله بفضل الله رجعت التمارين وبتشارك بشكل منتظم مع الفريق. احد الصفقات المهمه من العرض الثقيل اللي تمت السنه دي في فرع كره السله سيدات، وهي ايضا ميرال اشرف. ميرال اشرف كانت بتلعب في احد الجامعات الامريكيه في دوري الجامعات للسيدات، وبعد عودتها فضلت واثرت انها تنتقل الى النادي الاهلي. هيكونوا معانا الثلاثه، كابتن طارق خيري وثريا محمد وميرال اشرف، هنتكلم معاهم عن كل شيء مروا بيه السنه اللي فاتت وعن ظروف انتقالهم او تجديد ميرال للنادي الاهلي. هنشوف كل حاجه ونسمع عن كل حاجه حصلت عن الفتره اللي فاتت خاصه في كره السله سيدات. خلينا نروح لاخبارنا، هنبتدي مع كره اليد. حضراتكم عارفين طبعا كره اليد رجال السنه اللي فاتت كانت النتائج يعني شويه فوق وشويه تحت، ما كانتش قد كده، ولكن الموسم السنه دي موسم ممتلئ ومزدحم بالبطولات. النادي الاهلي وافق للفريق على معسكر في اوروبا، مديره الفني طبعا دانيال جوردو يعني اثر انه يعمل المعسكر في اوروبا. ابتدى الاول باسبانيا، لعبنا مباراتين هناك، وبعد كده انتقلنا الى البوسنه، لعبنا ثلاث مباريات، والاهلي يتوج ببطوله كاس الابطال الوديه لكره اليد في البوسنه، ودي اخر بطوله شارك فيها النادي الاهلي. يمكن دي الصور هناك، كابتن اسلام حسن ويرفع كاس البطوله، الفريق الاول لرجال كره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني الاسباني دانيال جوردو، فاز بلقب بطوله كاس الابطال الدوليه، واللي اتلعبت في البوسنه والهرسك في الفتره من 23 لحد 27 اغسطس اللي فات او اليومين اللي فاتوا. يعني الاهلي كان كسب النهائي في النهائي بطل كرواتيا بنتيجه 28-27، وده يدل على قوه المنافس، وكنا محتاجين مباريات من هذا النوع او من هذا الليفل. وفريقنا قدم مباراه قويه، الاهلي كان بدا مشواره في البطوله بالفوز على بطل سلوفينيا 38-24، وبعد كده كسبنا بطل صربيا 26-22، واخر ماتش في دوري المجموعات اكتسحنا بطل البوسنه بنتيجه 42-25. مباريات متدرجه المستوى اكيد فيها استفاده كبيره جدا. النادي الاهلي قبليهم كان في اسبانيا زي ما قلت لحضراتكم، ولعب مباريتين مع اتلتيكو بلد الوليد، ويمكن لعب مباراه كمان مع اوديمار ليون، كانوا مباراتين قويتين في اسبانيا الحقيقه، والفريق ادى بشكل كويس. الهدف من هذا المعسكر هو الاستعداد للسوبر المصري اللي هيكون في الفتره من 10-12 ديسمبر على ما اتذكر في الامارات. الحقيقه هنا في مصر، انا اسف هنا في مصر، الكره اللي في الامارات، انا معلش طبعا يعني ما زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي يعني قلعه كبيره في الرياضه، فوضع طبيعي ان احنا نكون طبعا عندنا اخبار متشابهه كثيره. والسبورتنج هيكون مع سبورتنج والزمالك، هيبقى بشكل دوره مجمعه، هيتلعب من الفتره من 10-12 سبتمبر اللي احنا فيه. اذا هذا المعسكر مهم جدا، ليه؟ انت يمكن اول مره تبتدي بالشكل ده، اول مره فريق كره اليد يبتدي بمعسكر خارجي في اوروبا مع مدير فني اجنبي اسباني بالاخص، يعني طبعا انتوا عارفين المدرسه الاسبانيه نجحت بشكل كبير مع منتخب مصر، ومش بس في كره اليد، المدرسه الاسبانيه نجحت حتى على مستوى كره السله. فاذا زي ما تقول ان المدرسه الاسبانيه الكيمياء بتاعتها ماشيه مع مصر، واحنا كلنا بلاد بحر ابيض متوسط، فبتلاقي الدنيا قريبه من بعض. المعسكر ده مهم جدا عشان هتخش على ماتشات قويه، فكنت محتاج 5-6 مباريات مش هتلاقيهم في مصر. طبعا النادي الاهلي بيوفر كل شيء للفريق، وكل اللي طلبه المدير الفني اتوفر له واتحقق له. يبقى ان شاء الله التوفيق، وباذن الله كلنا ثقه
ان هذا الموسم سيكون موسم ناجح لكره اليد رجال باذن الله. طيب هنروح لمنتخب الشباب لكره اليد بقياده الكابتن صابر حسين، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، فاز ببطوله افريقيا وتوج بلقب بطوله افريقيا، وهذا هو اللقب ال 13 في تاريخ بطوله افريقيا لمواليد 2002. منتخبنا الوطني لشباب كره اليد تحت 20 سنه مواليد 2002 نجح في الفوز بلقب بطوله افريقيا بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجه 35-15، ده في النهائي. متخيلين الفرق قد ايه في السكور؟ 20 جون فرق. واللي اتلعب امبارح بالعاصمه الرواندية كيجالي، دي صاله كيجالي اللي بتلعب عليها حتى ايضا كره السله او البال، باسكت بول افريكان ليج، بتلعب على نفس الصاله. المنتخب كان انهى الشوط الاول متقدم بنتيجه 16-6 قبل ما يوسع الفارق خلال احداث الشوط الثاني. المنتخب بيضم في صفوفه خمس لعيبه من الاهلي وهم مهاب سعيد، محمود عبد العزيز، عمر الشريف، مروان حاتم، راضي محمد، ومعاهم كابتن صابر حسين زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني. ولو تفتكروا كان هو اللي بيتولى فريق الشباب في نادي الاهلي واعتذر بعد توليه هذه المسؤوليه. طب المنتخب فاز بافريقيا، ايه اللي بعد كده؟ هيشارك في بطوله العالم في 2023 السنه القادمه، ودي البطوله المؤهله. وفرق يعني زي ما انتم شايفين لما يبقى الفرق 20 هدف في النهائي، ده النهائي انا ما بتكلمش في المجموعه مع الفاينل مع فريق الجزائر الشقيق المحترم، هنا بيدل ان مصر حتى المستقبل في كره اليد لينا، المستقبل افريقيا في كره اليد لينا، ودي حاجه ونجاح باهر الحقيقه لاسر كره اليد، ان انت مش عندك منتخب قوي دلوقتي بياخد رابع اولمبياد وبياخد تاني بحر ابيض متوسط، ولكن انت عندك منتخب شباب بيتوج بطوله افريقيا في النهائي بفرق 20 هدف. اذا احنا ماشيين في كره اليد بشكل مطمئن او مطمئن لمده يمكن 10 سنوات قادمه. عفوا معلش، يمكن منتخب كره اليد دايما او كره اليد دايما بتضرب لنا المثل، نفسنا نشوف الطايره كده، نفسنا نشوف السله كده. منتخب السله الحقيقه ماشي بشكل كويس وهنقول الاخبار وماشي بشكل كويس، الطايره ان شاء الله نتمنى لها العوده الى منصات التتويج. هنروح لكرة اليد سيدات، وبرضو كرة اليد سيدات طلبوا معسكر داخلي، يمكن طبعا محتاجين يعملوا معسكر بشكل جيد، تدريب صبح وبعد الظهر بقيادة الكابتن محمد عادل زولة. طبعا طلب المعسكر يكون في الإسماعيلية والنادي وافق له الحقيقة عشان استعداد للدوري العام. طبعا في ثلاث صفقات انضموا السنة دي للفريق، وهما طبعا تؤى كامل ودينا هاني والتونسيه المحترفه لعبت منتخب تونس سعيده رجب. المنتخب طبعا في المعسكر ده هيلعب بعض المباريات وهيعود مره اخرى عشان ينطلق دوري كره اليد سيدات، واللي هيكون عباره عن في الدور الاول عباره عن مجموعه واحده من 19 فريق، هنلعب جوله واحده يعني 18 مباراه، وبعد ذلك سيتاهل السته الاوائل الى دوري السوبر عشان نفس النظام السنه اللي فاتت. وده يمكن احنا كنا طلبنا هنا في برنامج الأبطال أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات أو ليفلات، لأنه ليس هناك أي استفادة من أن فريق يلعب أغلب مبارياته بيفوز فيها فرق 30-40 هدف. الحقيقة يعني برضو من اتحاد اليد ولجنة المسابقات في اتحاد اليد فضلت أنها تعمل الموسم أو النظام المسابقة زي الموسم اللي فات اللي احنا كنا نفسنا يتغير، ولكن هم أدرى كيف تدار الأمور، ولكن احنا لنا وجهة نظر معينة أن هي رفع المستوى. ويمكن شفنا فريق الشابات وفريق الناشئات في كره اليد والانجاز الكبير اللي حققوه الفتره اللي فاتت، وان هم ان شاء الله سيكونوا او سيكون نواه للمنتخب الاول لكره اليد، وان شاء الله ده كلام من الكواليس نهائي ما فيهوش رجعه، ان شاء الله سيتم اعداد وتكوين فريق الاول لكره اليد سيدات وهيشاركوا في بطوله افريقيا في شهر 11، وده خبر طبعا اكيد انتظرناه. وكابتن هاب عبد اللطيف، صح يا جماعه؟ كابتن رامي عبد اللطيف هو المدير الفني. إذا احنا بنتكلم كده ان شاء الله في منتخب نتمنى انه يتم او يكون ليه نفس الاعداد اللي بياخده الرجال، لان دي ميداليه. انت النهارده لما تعد فريق سيدات جيد انت عندك في الاولمبيات ممكن تاخد ميداليه، عندك في افريقيا هتاخد ميداليات، عندك في البحر الابيض المتوسط هتاخد ميداليات، اذا هي ميداليه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره اليد سيدات في الفتره القادمه. هنروح لمنتخب مصر لكره السله، والحقيقه اللي بيأدي اداء رائع. النهارده عندنا الجوله الثالثه ويندوز 3 اللي بتتلعب في تونس العاصمه التونسيه، وكان مجموعتنا احنا طالعين احنا والكونغو الديمقراطيه والسنغال من مجموعتنا، الناحيه الثانيه تونس والكاميرون وجنوب السودان، يمكن احنا السته اللي هيتاهل منا اثنين تاهل مباشر. مصر ماشيه بشكل جيد، مصر حتى الان يمكن دلوقتي بتتلعب مباراتها مع جنوب السودان، المباراه الاولى مع تونس واستطعنا ان احنا نفوز على فريق تونس الشقيق في ارضه وسط جمهوره، وده فوز يعني نادر، يمكن من سنين طويله ما استطاعش منتخب مصر ان يفوز على تونس في تونس الحقيقه الشقيقه.
ولكن في الاول والاخر احنا منتخبات عربيه شقيقه ودايما بيكون ما بيننا منافسه، ولكن دايما الاشقاء بيتواجدوا مع بعض في كل مكان. المباراه الثانيه كانت مع الكاميرون واستطعنا ان احنا نفوز بشكل مريح، يمكن النتائج يعني الحمد لله مريحه جدا جدا. تونس فوزنا 67-61، كانت المباراه شهدت تفوق المنتخب التونسي في البدايه، بعد كده شهدت طرد صالح الماجر نجم منتخب تونس ولاعب الان بي السابق في النصف الثاني، وده ادينا افضليه كبيره جدا بعد تلقي 2 تكنيكال فاول او 2 خطا فني استبعد على اثرهما من ارض الملعب. وبعد كده منتخب مصر من قبل طبعا ما يخرج صالح، وكان منتخب مصر نجح انه يدرك التعادل، وبعد كده منتخب مصر استطاع انه يفوز 67-61. نخش على مباراه الكاميرون، الكاميرون فريق قوي جدا ويمتاز بالثلاثيات، فزنا 86-74. جنوب السودان اللي هي ثاني المجموعه، تهالي ان شاء الله مباراتنا النهارده مع جنوب السودان ان شاء الله نكسب بنسبه 90% خلاص نكون اتاهلنا لكاس عالم، لان هيكون في ويندو ثانيه، ولكن هنكون احنا بعاد جدا عن اي منافس، على اي منافسه هيكون المنافسه على المركز الثاني. يمكن شهدت مفاجات الويندو ده مدرب طبعا منتخب تونس الالماني وعمرو الجندي لاعبنا، والمباراه دي كانت من مباراه تونس الاخيره مش ارشفيه ولا حاجه. المباراه تالق فيها ايهاب امين وكان هداف المباراه ب 18 نقطه، ويجي وراه عاصم مرعي الحقيقه اللي مادي اداء رائع. انا شايف ان عاصم مرعي يعني الحقيقه مشاركته مع المنتخب فرقت بشكل كبير جدا. عاصم مرعي مظلم الحلقتين زي ما نقول بكره السله، في الدفاع والهجوم قافل الحلقتين ووقف صالح ماجر بشكل كبير، وفي الهجوم لعب عليه. انا شايف عاصم يعني الحقيقه في حته ثانيه، عاصم يستحق ان هو يعني انا شايف بالمستوى ده، هو بيلعب طبعا في احسن الفرق في اوروبا ودلوقتي بيلعب في كوريا الجنوبيه، ولكن انا شايف انه بالمستوى ده هو يستحق انه يلعب في يعني في اعلى ليفل، لانه يعني عاصم مرعي فارق كتير جدا 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 مع منتخب مصر. من الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب، ولكن الفتره دي هو منتظم ملتزم بيجي بيتواجد قبل الماتشات بفتره كافيه مع المعسكر، هو عايز يطلع كاس عالم. وبالمناسبه هو كان ليه دور كبير جدا في تاهل مصر لكاس العالم 2014، وبرده كان ليه فوز دور كبير جدا في فوز مصر على انجولا في المباراه المهمه اللي بسببها تاهلنا لكاس العالم. اخر مشاركه لينا كانت 2014، كان البطوله الافريقيه في 2013 بنسختها القديمه، يمكن دي كانت اخر مره نشارك بالنسخه القديمه، وبعد كده حصل بقى بعد كده النوافذ او الويندوز النظام الجديد اللي اتعمل في الاتحاد الدولي. بالمناسبه هيبقى الاول والثاني سيتاهل مباشره وياخدوا احسن ثالث من المجموعتين، هيبقى 5 فرق تتاهل لكاس العالم. ان شاء الله نبارك لمنتخب مصر قريبا باذن الله الفوز. منتخبنا طبعا بيضم 5 لاعبين، عمرو الجندي وعمر طارق ايهاب امين سيف سمير وعمر عزب، وبالمناسبه الخمسه شايلين، الخمسه بيلعبوا وشايلين، يعني هم من قوام المنتخب المصري. وكل التحيه للمدير الفني روني راي اللي بيقدم يعني مستوى رائع من الهدوء والتحكم والسيطره والسيستم الدفاعي، كل التحيه ليه طبعا. وان شاء الله نتمنى نبارك لمنتخب مصر التاهل لكاس العالم في فبراير القادم اللي هو ميعاد اخر ويندو قادمه. طيب انتوا عارفين طبعا هنروح لكره الطائره سيدات، طبعا النادي الاهلي بيسعى في ضم كفاءات وبيضم محترفين ولاعبين وتعاقدات جديده. يمكن اخر خبر رئيس لاعبه منتخب بورتوريكو للكره الطائره تصل القاهره للانضمام وتوقيع عقودها رسمي مع النادي الاهلي. ديانا كارولينا رئيس لاعبه بورتوريكو، دي صورتها من مطار القاهره في صاله 3 وصول طبعا جنب التمثال الفرعوني المشهير اللي في صاله 3، وصلت لمطار القاهره وده استعداد طبعا للانضمام لصفوف النادي. طبعا صوره ديانا من افضل احسن اللاعبات في منتخب بورتوريكو، مش محتاج اتكلم عن منتخب بورتوريكو، كابتن ايمن ابو زينه كان في استقبالها مدير اداري. وخليني اقول لكم انها بتلعب في مركز 3 كحائط صد والضرب السريع، مركز احنا مفتقدينه خاصه بعد ما طبعا العسقلاني يعني تركت النادي، فاذا احنا بقى عندنا طبعا لاعبات كويسين جدا، ولكن تدعيم مطلوب عشان الموسم طويل. الاهلي كان ضم طبعا علياء هاني وضم مريم ثروت لمده 4 سنوات في صفقات في النادي الاهلي، وتدعيم مستمر. وعلى فكره برضو ان شاء الله احنا جايين كواليس لسه تدعيم مستمر للفريق، يعني مازال لسه في وقت، واحنا سامعين ان شاء الله ان في امور هتسعد جمهور النادي الاهلي المتابع للالعاب الاخرى، ان شاء الله هيكون في تدعيم لهذا الفريق وهنعلن عنه فور الاعلان عن النادي الاهلي نفسه عن الصفقات الجديده. وطبعا النادي الاهلي هو حامل لقب الدوري الممتاز وكاس مصر الموسم اللي فات، وطبعا حصل ان كابتن خالد العوضي نجح بشكل كبير انه يجدد لكل نجمات الفريق، نهله سامح وايا الشامي وساره امين ودعاء الغباشي، جدد لهم 4 سنوات، ودي تعتبر صفقات جديده ايضا، لان انت اللاعب اللي بيستمر معاك بيفضل صفقه او بيفضل صفقه ناجحه داخل جدران النادي الاهلي. طيب هنروح لكره الطائره شباب، عندنا خبر جاي جدا، منتخب مصر للشباب فاز ببطوله افريقيا
مؤخرا. منتخبنا الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة قدر انه يفوز بلقب بطولة افريقيا واللي اتلعبت في تونس في الفترة من 15 22 اغسطس اللي احنا فيه. بالمناسبة النهاردة وزير الشباب والرياضة كان بيكرم هذا الفريق البطل. المنتخب كان فاز في النهائي على منتخب تونس بنتيجة 3-1 وضمن كمان منتخبنا انه يتأهل لبطولة العالم اللي جاية واللي هتكون في صيف 2023. ويبدو ان 2023 طبعا ده الصافي ابن طبعا حمزه الصافي ابن كابتن يعني كابتن الصافي الكبير حمدي الصافي الكبير واسطورتنا ومدير فني السيدات. المنتخب كان بيضم بين صفوفه 4 لاعبين من النادي الاهلي من اصل 12 وهم حمزه حمدي الصافي اللي شفنا صورته من شويه واللي خد احسن ضارب المركز 4 وزياد اسامه وعبد الله اسامه سرور ومحمد ياسر عبد المنعم ومعاهم كابتن هاني مصلحي نجم الاهلي السابق كمدرب. ولكن يبقى المنتخب يعني بركة أمل للكرة الطائرة إن شاء الله أنها تستعيد تاني مستواها وهيبتدي المستوى بالدوري. أتمنى طبعا ما يبقاش في تفضيل نادي على نادي في أي حاجة. نتمنى أن الموضوع يمشي فير بلاي ويترك الموضوع للأكفأ وبدون أي لوائح وتدخلات عشان تروح الدنيا في اتجاه معين. طبعا حضراتكم فاهمين أنا بتكلم عن إيه. أتمنى أن طالما وجد المسابقة جيدة عندنا في كرة السلة أكبر دليل ومسابقة جيدة ووجد العدل في المنتخبات ووجد كفاءات في المنتخبات والاختيار بكفاءات وليست لأمور أخرى أتوقع أن كرة الطائرة إن شاء الله تستعيد عرشها مجددا بإذن الله. طيب عندنا في كانت بطولة الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة كانت بتنظم في مصر. الحقيقة تنظيم مميز جدا. قطاع الكاراتيه بالنادي الأهلي نظم بطولة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أيام في فرع مدينة نصر وشارك فيه عدد كبير من لاعبتنا. الأهلي نظم البطولة دي كنوع من المسؤولية المجتمعية وده طبعا دور كبير جدا بيقوم به النادي الأهلي منذ إنشائه علشان يحصل لهم دمج جوه المجتمع وكمان نقدر نعلي من مستواه. اللي شاركوا في البطولة أكدوا إنها اتعملت بتنظيم كويس جدا وكانوا سعداء بالمشاركة. طبعا كاميرا الأبطال ما فوتتش هذا الحدث المهم وكانت موجودة في هذه البطولة. نتفرج على التقرير ده اللي صورناه ونرجع لحضراتكم تاني. البطولة دي سنوية إن شاء الله بتتعمل في النادي الأهلي بمختلف الفروع بتاعته. السنة اللي فاتت كان في الشيخ زايد، السنة دي في صالة مدينة نصر والحمد لله في دعم كويس قوي من مجلس الإدارة ومن النشاط الرياضي إن احنا نعمل البطولات دي وهم سبورتد جامد قوي للولاد دي وعندنا منهم أبطال عالم وأبطال جمهورية وعندنا 6 في منتخب مصر فالحمد لله ماشيين بخطى ثابته وفي تقدم ان شاء الله. احنا بنعمل لهم البطوله السنويه دي داخليا بيننا وبين بعض، اول مره النهارده نعملها كايفنت معلن. وانا سعيد جدا ان قناه الاهلي جت تغطي الحدث. ده بيدينا فرصه ان احنا نختار العناصر اللي قادره على المنافسه. احنا عندنا فعلا بنت بطله عالم 4 مرات قبل كده. وعندي امل ان يتبعها ولاد وبنات تانيين. ونديهم الفرصه وهم الحقيقه جمال. الكلام ده بيخلي الولاد دي قادره تمارس حياتها الطبيعيه بطريقه افضل، حالتها الصحيه تبقى افضل. النادي الاهلي مغطي تقريبا كل المجالات بدخول الاحتياجات الخاصه، يبقى احنا كده مش ناقصنا حاجه. احنا الحمد لله طبعا هنا في النادي الاهلي بقى لنا 5 سنين عملنا الفرقه بتاعتنا فرقه الابطال دي. وانا كنت انا بقى لي 20 سنه في النادي وكنت بتمنى من زمان ان انا اعمل لهم فريق يعني والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نعمل الفريق دوت. التعليمات احنا ما بنديش تعليمات، هو الموضوع هم بيلعبوا كاتا اللي هي الحركات فرديه. طبعا بنعلم الولاد، هو ما شاء الله استجابتهم ممتازه وطالع منهم ابطال عالم الحمد لله. وفي عندنا 10 السنه دي في منتخب مصر ان شاء الله للكاراتيه باذن الله. كميه كاراتيه خدت يعني عشان انا بقوه قويه عشان الكوية عشان كنا أكتر ناس بيحبوني. نفسي أبقى بطل كاراتيه. الكاراتيه بحبه قوي، ما كنتش أعرف إلا هو بيتدربوا جامد، ولما هما ابتدوا يعملوا بقوة يعني باور حبيت اللعبة كتير. زي ما قلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي ليه مسؤوليه مجتمعيه ودايما بيحافظ عليها، مش كده بس يعني الحقيقه العاب كتير
ونشاطات كتير بيتم رعايتها جوه النادي في الوقت اللي الانشطه دي زي ما حضراتكم عارفين وده لا يخفى على احد ان هي لا يعني ما بتجيبش دخل، ولكن هو ده المسؤوليه النادي الاهلي، والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم قلعه كبيره للرياضه والنشاط الاجتماعي في مصر كلها. ويمكن يعني اكبر دليل التقرير اللي شفناه وقد ايه فرحه اولياء الامور وفرحه اللاعبات واللاعبين، يعني دول الملائكه الحقيقه اللي ربنا بيبارك في اي مكان عشانهم. طيب هنروح للسكواش، السكواش في النادي الاهلي الحقيقه طبعا عندنا ابطال عالميين ومحبين وعاشقين للنادي الاهلي. يمكن اخر خبر لينا مع السكواش اخر فتره كان يوسف سليمان يسعى للتتويج بلقب بطوله زد للسكواش. يوسف سليمان لاعب منتخبنا الوطني للسكواش ونجم النادي الاهلي، بيلعب دلوقتي نهائي بطوله زد الدوليه واللي اتلعبت على ملاعب نادي زد باكتوبر في الفتره من 24 لحد 28 اغسطس اللي احنا فيه. يوسف كان يتاهل للنهائي بعد فوزه على الالماني رافائيل كاندرا بنتيجه 3-0 وجت نتائج الاشواط 11-3 12-10 و11-2. يوسف بيلعب مع الفرنسي فيكتور كروين واللي كان صعد النهائي بعد فوزه على عمر مسعد بنتيجه 3-1. وبكده الحقيقه تكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. وخلينا نطلع لفاصل عشان نرجع بعد الفاصل نستكمل اخبارنا، ولكن اخبار محليه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا خلصنا يعني اخبارنا داخل النادي الاهلي وما اكثرها الحقيقه، وكلها استعداد للموسم الجديد، وكان برضو في اخبار تخص المنتخبات. هنروح للاخبار المحليه. يمكن في خبر الحقيقه كنا يعني مش واخدين نسمع عليه. كره الماء في مصر كان ليها زمان باع وذراع كبير، ويمكن اختفت عن الساحه فتره، ولكن واضح ان طلع لنا جيل قوي. مصر تحتل المركز السابع ببطوله العالم لناشئي كره الماء، وده خبر الحقيقه يعني ما سمعناهوش من سنين كتير، يعني نتكلم في 15 سنه ولا حاجه. منتخبنا الوطني الناشئين كره الماء تحت 16 سنه حقق المركز السابع في بطوله العالم واللي اتلعبت في اليونان في الفتره من 21 ل 27 اغسطس اللي احنا فيه. منتخبنا كان حقق المركز ده بعد فوزه على منتخب سلوفاكيا بنتيجه 13-2 في مباراه تحديد المركزين السابع والثامن. البطوله كان شارك فيها 25 فرقه، خلي بالكم يعني سبع فرق، ما انت لما تقول انا واخد سبع فرق على ثمان فرق فده مش انجاز. عشان كده انا بقول ده انجاز ليه، لان الفرق المشاركه في بطوله العالم 25 فرقه، فانت لما تاخد سابع على 25 فرقه لا هنا ده الانجاز. وخليني اقول لكم ان اليونان هي احد مدارس او احد اقطاب اللعبه دي في العالم، فطبعا اكيد كانت بطوله ناجحه، لانه يعني لما يبقى هي الدوله اللي بتستضيف او دوله كبيره في هذه اللعبه وبتستضيف بطوله زي دي يبقى تلاقي فيه اهتمام كبير وكان ليها استعدادات والكلام ده كله. فعشان تروح مصر تاخد المركز السابع، لا ده خبر كان لازم يكون معانا وكان لازم نحط عليه هايلايتد، لان احنا ما سمعناهوش من فتره. انا من ايام ما كنت بلعب بالحقيقه، هنتكلم في اول الالفينات يمكن او اخر التسعينات وانا لسه طالع ناشئ صغير في اواخر التسعينات، كانت كره الماء كويسه من اوائل الالفينات لحتى الان انا ما سمعتش حاجه عن كره اليد خالص. فده اول خبر الحقيقه يسعدنا، ونتمنى الحفاظ على هذا الجيل ورعايته بشكل جيد وتوفير الامكانيات الفنيه والتدريبيه لغايه ما يوصل ان شاء الله الى منصات التتويج كمنتخب كبير باذن الله. طيب مصر تستضيف البطوله الافريقيه السادسه للكونغو فو في سبتمبر المقبل، ودي طبعا استكمالا لسلسله الاستضافات اللي مصر بتستضيفها. دلوقتي بقت مصر قبلة العالم كله في الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية إن هي مصر تستضيف. مصر بتنجح بشكل كبير، عندنا بنية تحتية جيدة، عندك أوتيلات، عندك كل شيء، عندك دلوقتي شبكة طرق تستطيع التنقل مهما كان الأوتيل بعيد فتستطيع التنقل في بسرعة، يعني عندنا بنية تحتية تؤهلك إن أنت تستضيف البطولات الكبيرة. وده آخر حاجة يمكن من الاستضافات، مصر تستضيف البطولة الأفريقية السادسة للكونغفو في سبتمبر المقبل. أنا الاتحاد الأفريقي للكونغفو برئاسة شريف مصطفى استضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة في شهر سبتمبر اللي جاي على صالة استاد القاهرة الدولي. البطولة المفروض هتتلعب في الفترة من 26 ل 31 سبتمبر بإذن الله، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية في البطولة دي. ويمكن برضو طبعا دي صورة كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي اللي طبعا يعني أكيد ليه دور كبير لاستضافة مصر. وخلينا أقول إن طبعا انحسار كورونا، يعني يمكن الكورونا كانت الفترة اللي فاتت منتشرة بشكل كبير، خلت البطولات ما تبقاش مقامه في ميعادها، واخيرها طبعا البطولات اللي كانت في الصين وبكين واللي تم الغائها زي تقريبا بطوله السلاح على ما اتذكر، ومصر استضافتها في وقت ضيق. كورونا كل ما بنحصر كل ما تلاقي الدنيا احسن ان شاء الله، وكل ما تلاقي الدنيا يعني بطولات بتقام في موعدها بشكل كبير. يمكن اخرهم الباسكت بول وزاوت بوردنج، الحدث الكبير اللي بيحصل النهارده واللي انا كنت يعني شرفت ان انا اروح الصبح. يعني الام بي اي بينظم حدث كبير من خلال ذراعه في الام بي افريكا اللي هو الباسكت بول افريكا ليج في القاره الافريقيه، بينظموا حدث كبير للنسخه 18 فيه اللي هو اول مره يتم تنظيمه في مصر، وهو استضافه 60 لاعب ولاعيبه، احسن 60 لاعب ولاعيبه من مواليد 2006
و2005 او 2004 2005 هذا الجيل من اللاعبين في افريقيا جمعوا احسن 60 لاعب، وفي 6 لاعبين بيشاركوا فيه على ما اتذكر، سيف هنداوي وجنى هاب الالفي وجنى طارق سعيد وايضا طلبه، يعني ابن طبعا محمد عبد الطالب نائب رئيس الاتحاد بنقول له طلبه، انا ما اعرفش الحقيقه هو هم العيله كلها اسمها طلبه، زياد صح، بلال طلبه، احنا عندنا طلبه يعني العيله كلها باي حد بقى بيتقال عليه هذا اللقب، اكيد وضع طبيعي لما بيبقى لقب بيبقى كده. يعني لازم اقول لكم انه في عدد كبير من اللاعبين المصريين بيشاركوا، وعدد لعيبه وعدد جميل، احنا عاملين تقرير ان شاء الله هنزعلكم بس في الحلقه القادمه باذن الله، ولكن يعني الجميل ان في اسامي كبيره جت، اسامي ام بي اي لعيبه سوبر ستارز كبلايرز وايضا كمدربين، يمكن كير اللعيب المدير الفني لجولدن ستيت ووريرز اللي هو واخد 8 يعني تايتلز ام بي اي موجود في مصر وحضر الكامب النهارده وكان بيتفرج على كل فعالياته الحقيقه. وبالمناسبه برضو هنزيع لحضراتكم يعني في التقرير لما يجي بقى، مش عايز يعني احرق لكم الاحداث، كير يعني يمكن هذا المدرب الكبير عاش في مصر 3 سنوات، دي كانت مفاجاه الحقيقه كبيره جدا لانه كان والده بيعمل في السفاره الامريكيه وكان عاش معاه هنا 3 سنوات، وكان ايام تقريبا في المعادي، كان قاعد في المعادي وهو يعلم جيدا كل شيء عن مصر، يعلم الاهلي ويسمع عنه ويسمع عن الزمالك ويسمع عن كل الفرق المصريه، وهو متابع جيد وهو ما فوتش الفرصه انه يكون موجود يعني في مصر في هذا الحدث. يعني قصدي اقول لكم ان مصر بقت قبله. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان يعني النهارده احنا لما رحت الملعب لقيت ما فيش كمامات، الناس بتتحرك باريحيه، اهم حاجه هو الفاكسين التطعيم، بس بتقدم شهاده بالتطعيم ان انت طعمت، ودي طبعا حاجه يعني انا عايز اقول لكم يعني وزاره الصحه المصريه عملت فيها شغل كبير جدا ان هي توثق تطعيمك، خلي بالكم يا جماعه ده شيء مهم جدا، انا بقول لكم الحقيقه انت ازاي يبقى تطعيمك ده موثق، ان انت تيجي لما تبقى في حدث كبير زي ده لما تبعت الكيو ار كود بتاع تطعيمك بيخشوا عليه في الويب سايت بيظهر اسمك ورقم باسبورك وكل شيء، فاذا ده مجهود كبير بذل من وزاره الصحه عشان ما نجيش بعد كده نقول والله ده التطعيم لم يوثق مش موثوق فيه الكلام ده كله. فانت النهارده لما بتبعت الفاكسين سيرتيفيكيت بتاعتك لاي جهه دوليه منظمه لاي بطوله بيتم اعتمادها وبتشارك بشكل طبيعي. طبعا كل يعني الشكر للي خطط واللي اشتغل في هذا المجال انه سهل على اللعيبه امور كثيره جدا. هنروح للخبر اللي بعد كده، تعرف على قرعه بتصفيات كاس العالم للبدل بالقاهرة. طبعا حضراتكم عارفين من حلقتين عملنا حلقة عن البدل وجبنا رئيس الاتحاد وكابتن الفريق وكابتن منتخب مصر، خلاص القرعة اتعملت والبطولة هتتعمل في القاهرة. الاتحاد الدولي للبدل عمل قرعة تصفيات كأس العالم عن قارتي أفريقيا وآسيا واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 1 ل 3 سبتمبر، خلاص احنا بنتكلم في 3-4 أيام وتنطلق عن طريق برنامج زوم. والقرعة أسفرت عن وقوع منتخب مصر الرجال في المجموعة الأولى مع منتخب إيران والسنغال، وضمت المجموعه الثانيه اليابان واستراليا والامارات، ويتاهل اول وثاني كل مجموعه اللي قبل النهائي. اما قرعه السيدات فجت كالاتي، منتخبنا الوطني في المجموعه الاولى برضه مع منتخب ايران واستراليا، وجه في المجموعه الثانيه منتخبات الامارات واليابان وتايلاند. منتخبنا بيتدرب دلوقتي تحت اشراف المدير الفني الارجنتيني واللي ضم 8 بنات وهم مورا اسحاق وليلى النمر وياسمين عباده وميار توفيق وسلمى صيام ونهى عمرو وانجي حشيش وفريده الحلبي، وتمن رجال وهم احمد علاء وخالد ناجي وسيف ابو سنه ويوسف حسام واحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر وجورج وكيم وتامر حنا، عشان يختار منهم القائمه النهائيه للمنتخب واللي هيشارك في البطوله باذن الله. كل التوفيق، ويمكن دي اول مشاركه لينا على مستوى منتخب البدل. الحقيقه اللعبه المزيج ما بين الاسكواش والتنس، واللي بتلعب زوجي ما بتلعبش فردي نهائي، يمكن دي اول مشاركه لينا كمنتخب بعد تأسيس وإشهار الاتحاد. كل التوفيق ليهم إن شاء الله، وأكيد هنتابع نتائجهم ونجيبها لحضراتكم. كده تكون انتهت أخبارنا سواء داخل جدران النادي الأهلي ولا الأخبارنا المحلية. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هينضم إلينا نجوم كرة السلة سيدات، واللي هيكونوا معانا النهاردة كابتن طارق خير المدير الفني، ميرال أشرف وثريا محمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله سيدات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك كابتن ايسر، منورنا ويعني لقاء معاك بيبقى ليه طعم تاني حبيبي يا كابتن. وبنرحب باحد الصفقات الحقيقه اللي كانت عامله ضجه كبيره جدا، يعني صفقه ان شاء الله تفرق معانا وننتظر منها الكثير
واحنا فرحانين بيها جدا في النادي الاهلي. بنرحب بمريال اشرف نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ منورانا. ربنا يخليك. اول نورك. مره طبعا في القناه ودي حاجه تسعدنا جدا. ربنا يخليك وان شاء الله مش هتكون اخر مره. ان شاء الله طبعا بالبطولات والكؤوس على ايدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن طارق اجي لك، يمكن انت توليت المسؤوليه، قلت انا في الانترو يعني في نهايه الموسم السنه اللي فاتت ما حدش كان طالب منك حاجه، لانه طبعا كان الوضع يعني الفرقه كانت يعني النادي الاهلي شايف انه لازم يحصل تغيير على المستوى الفني، طبعا كل الاحترام لكابتن علي هاشم، ولكن انت مسكت في وقت صعب ولكن حاولت وخدت يعني زي ما تقول بصوره معينه وعلى اساسها بنيت. كلمني عن الفتره دي، فتره التولي المسؤوليه السنه اللي فاتت. طبعا احنا تم تكليفنا بان احنا علي بعد ما اعتذر في نفس الجلسه كان حصل اتصال. انت في النادي الاهلي ما بتعرفش تفكر، حتى انا كنت حتى عايز الموضوع انك تنقل من اولاد لبنات، كانت محتاجه صحيح. تفكير يعني او استشاره او تسال ناس، ما خدناش وقت طالما النادي الاهلي عايز في اي مكان انت عارف صحيح. ما نقدرش. انا متابع البنات، مش هم مش غربه عليا، كفرجه يعني كاشخاص او كفرقه او تيم. انا بتفرج مع التمرين مع علي، بتفرج على الماتشات، فانا عارفهم كلهم، عارف كل مميزات كل واحده وعيب كل واحده في الفرقه وبتشتغل. الفتره ما كانتش كافيه يعني، هي فتره علي الازمه فيها ان كانت الدروب ورا بعض، فما فيش ما فاقوش. احنا كنا بنلعب على الجانب النفسي، وما بتلحقش حتى تحط حاجات كتير في شغلك ان انت تبان الدنيا عامله ازاي. انت لعبت على جزء نفسي، لعبت على حاولت بكل الطرق على قد ما تقدر. شاركنا ناس كانت ما بتشاركش مثلا، لان برضو كان ظروف المحترفه والاصابات وكان في ازمه، انما كانت هي بالنسبه لي الشهرين طلعنا منها بحاجات ايجابيه كتير. هو ده اللي بقوله. هو ده بقول انت طلعت منه بقى بتصور بناء يعني عليه بدات الموسم السنه دي، سواء في صفقاتك سواء في تدريبك سواء في المراكز اللي هتلاعب فيها اللاعبات. يعني فديتك ازاي الفتره دي بقى في البناء للموسم الجديد؟ انا حظي كويس، انا من بدري قوي مكلمين مرال. الحمد لله انا متابع ثريا وهي راجعه الحمد لله. عندنا القدام اذا كانت السلعاوي او رضوى مفنشه كويس، نوع يعني اللي موجودين بنجيبهم بنحضرهم انه يبقى لهم دور، لان انا انت عارف انا ما بحبش دايما فرقه النجم اول مجموعه. احنا تيم، احنا النادي الاهلي احنا تيم، لا قدر الله لو حد مش موجود يبقى الثاني عنده ثقه انه يقدر يشيل الموضوع دوت. هاله من بدري انا البوزيشن بتاعها مهم جدا حتى دفاعيا يعني. انا هاله من احسن الناس اللي بتعرف هيلب يعني ديفنس 1 زائد التيم ديفنس بتعرف تقابل. مرال نفس البوزيشن، المرات بتلعب اكتر من بوزيشن من 1 لـ 4 ما شاء الله. فبقى عندك حتى المحترفه اللي احنا اخترناها بتلعب في اكتر من بوزيشن. بقى عندي لو انت عايز تكبر يعني، هي الفكره كلها ورجوع حبيبه بيكو على ورانا نبيل، بقى عندي في كل بوزيشن عدد مش قليل، واللي في البوزيشن الواحد ممكن يلعب في بوزيشن ثاني، فانت كده عندك مانوفر عالي. دي حقيقه، دي انت بنيت كده عشان ما يجيش اخر الموسم تتعرض لنفس الموقف بتاع السنه اللي فاتت ان انت ما عندكش. صح، دي حقيقه. بالزبط. احنا قلبنا حتى لوكاس اتنيني عشان نقدر نستفيد، بان كانت واحد كمان كانت عندها ازمه. وعندنا من الناشئين عندنا جان الالفي لعيبه مميزه. بس هتقعد هي السنه دي موجوده، المفروض هي في ثانيه ثانوي المفروض ان هي موجوده. ومسجلنا اتنين صغيرين مع حبيبه بيكو، جايده خالد ونرمين ايمن. واحنا الفتره اللي فاتت دي كمان مصعدين بالتناوب بقى، كل كام يوم بنتين ثلاثه من 18، بنتين ثلاثه من 16، تقدر تشوف مين في المستقبل يقدر يتزق دلوقتي شويه. فالحمد لله احنا عندنا مفاتيح كتير دلوقتي ان شاء الله. طب اجي لك يا ميرال، يمكن قول لنا بقى جمهور النادي الاهلي عايز يعرف قصه الانضمام ازاي. انت كنت في امريكا ولعبتي 4 سنين صح؟ ايوه. وما شاء الله انت مسافره نجمه يعني، طالعه من هنا ما شاء الله عامله مع المنتخب اداء كويس جدا. قصه الانضمام جت ازاي؟ هو قبل ما اسافر اخر سنه كان كابتن علي هاشم كلمني، بس انا قلت له بس خلاص اخر سنه دي وان شاء الله يعني لما ارجع تمام، وان شاء الله لما ارجع يعني ان شاء الله ان شاء الله اكون موجوده. بس لما رجعت كان كابتن علي ماشي وكابتن طارق مسك الفرقه، فلما رجعت عرفت ان لسه عندي سنه. رجعت في شهر كام؟ شهر 3.
فعرفت انا لسه عندي حق رعايه في نادي الشمس، فلازم حد يشتريني من النادي وكده. لازم ده لائحه اتحاد السله ان في حق رعايه. تمام. بس فكابتن طارق كلمني بعد ماتشات الفاينلز وكده، وانا قلت له اللي هو ان شاء الله هكون موجوده وكده، بس لازم الموضوع يخلص من النادي. بس والنادي الاهلي بدا مفاوضات مع نادي الشمس وخلص القصه دي. خلص على طول. طب امتى يعني انت لما وقعت يعني امتى عرفتي ان خلاص الموضوع مع نادي الشمس اتحل وخلاص ان شاء الله انا بالنسبه لي منتهي الموضوع؟ انا وقعت بعد ما الموضوع خلص مع النادي على طول. شهر كام تفتكري؟ لا والله مش فاكره. 6 7 متهيألي يا كابتن طارق. انا فاكر احنا واخدين منها وعد من اكنها مضت. يعني من قبل ما يمشي يخلص رسمي هو كان في قعده شاي بلبن انا وهي مضتها. طيب انا اعرف حاجه ميرال طبعا، يعني دي كانت رغبه والدك الله يرحمه صح؟ الله يرحمه. كان عايز يجي تيجي ان انت تلعبي في الاهلي. كان اهلاوي. لا هو كان زملكاوي. كان زملكاوي بس عايز هو في باسكت. لا هو كان بيحب الاهلي جدا. بس عايز اقوله لك انه يعني هو زملكاوي طبعا دي الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. فهو بس هو شايفك ان انت تنجح في الاهلي. دي حاجه وانت حققتي له رغبته. هو قبل ما اسافر الجامعه خالص هو المفروض ان انا كنت هاجي الاهلي، وكان المفروض حصل مفاوضات مع النادي، بس في النادي ما كانوش موافقين فالموضوع باظ. فهو بقى كان من وقتها اللي هو لا يعني ان شاء الله لما ارجع الاهلي باظ دلوقتي، بس بعد كده مش هتبوظ ان شاء الله هيبقى الاهلي. بس فهو بقى لما رجعت اللي هو اتكلمت مع كابتن طارق. طب قولي يا مرا انت دخلت التمرين طبعا كل اللاعبات زمايلك في المنتخب وانتوا يعني ما بيبقاش الدنيا غريبه. يعني حسيتي ايه يعني انت وانت اول يوم واخده شنطتك وجايه النادي الاهلي ودخلت الصاله؟ يعني كلميني على الشعور دي، ازاي حسيتي؟ يعني بيبقى فيه برضو لحظه غربه كده، انت مكان جديد عليك وبتاع، كلميني الموضوع ده داب ازاي وسط الفرقه؟ هو مع الفرقه ما كانش فيه اي حاجه، يعني ما كنتش حاسه بغربه معاهم، بس هي الفكره ان انا دخلت النادي الاهلي وان انا اتمرن فيه دي كانت خضه بالنسبه لي. صاله جديده ودنيا جديده. يعني اللي هو هما كانوا شايفين ان انا اصلا مخضوضه، اللي هو اصلا انا كنت باجي النادي الاهلي عشان العب ماتش وامشي، مش ان انا اجي كل يوم اتمرن. فدي كانت حاجه بالنسبه لي اللي هو لا كنت مخضوضه اول كام يوم، بعد كده اللي هو لا كنت مبسوطه بقى اللي هو انا خلاص بقيت موجوده هنا. انت يعني شفتي جمهور النادي الاهلي عمل دعم جامد ليكي ومؤمنين بيك وفرحانين بيكي جدا. اكيد الكلام ده اكيد يعني فرق معاكي، شايفاه ازاي؟ هو انا كنت مبسوطه جدا، هو اصلا جالي كميه مسجز كتيره قوي منهم، ف انا كنت مبسوطه وهم متحمسين انا اكون موجوده، وكنت حاسه في نفس الوقت اللي هو ضغط ان انا لازم اعمل حاجه كويسه عشان يعني اسعدهم. بالظبط. فلا كنت مبسوطه جدا لما بعتوا لي وان هم كانوا متحمسين انا خلاص. طب شايفه ده ضغط عليكي ضغط كويس؟ دي بتفرق بقى اللعيب. اللعيب لما يبقى لعيب كبير او لعيب عنده خبرات زيك في سن صغير كده بيبقى اي ضغط بيحوله لضغط كويس. ضغط مفيد. شايفاه مفيد ولا ممكن يكون ضغط عليكي في وقت ان انت عايزه ترضي الجمهور فممكن ده يخليكي يعني قلقانه؟ لا هو ضغط مفيد، يعني حاسه هم هيكونوا في ظهري طول الوقت ان شاء الله، واحنا يعني ان شاء الله هنبذل كل مجهودنا عشان ان شاء الله نرجع البطوله تاني. طب قولي لي مين اقرب واحده ليكي في الفرقه اللي هتقعدي معاها في الاوضه وهتبقى معاكي في كل يعني بيبقى الوضع طبيعي بقى ليك يعني روم ميت انت بترتاح معاه؟ سوريا ان شاء الله. سوريا اللي هتبقى معانا على الهوا كمان شويه. ايوه طبعا اكيد في المنتخب كمان انتوا كمان كنتوا مع بعض صح؟ صح. بيبان على طول بيبان. على فكره سوريا واحنا قاعدين في الكواليس صورت ميرال، قلت لها سوريا انت يعني نادر، طلعت التليفون وصورتها، قلت لها لا ده واضح ان يعني في كيمياء. بس يعني ان شاء الله انتوا الاثنين تعملوا شغل كويس. احنا بنتكلم ان شاء الله كده الاثنين لعيبه طبعا وبالروح دي وبالاداء ده، وخلي بالك الاثنين لعيبه. هكمل على كلامها حاجه. اتفضل يا كابتن. ان قبل ما الناس تعرف ان هي مضت سوريا بتكلمني عليها، هالة لسه ما جاتش، هالة بنتفاوض لسه. قالت لي ميرال مهمة، السلاوي ميرال مهمة. انت بتتكلم على الأربعة ان هم كل واحدة تقيلة لوحدها، ان هي في غيرة او في نجومية. لا الأربعة كلام ده تخيل سوريا تكلمني على هالة، يعني ايه الموضوع بسطني انا. يعني حتى دي حتى الصغيرين اللي طالعين من تحت الكبار يعني محتوينهم. فدي برضو لان اول مره يطلع تقريبا حد من الصغيرين بالعدد ده، في 7 لعيبه من 18، 3 لعيبه من 16. فانت الموضوع حلو، يعني الكيمياء بين الاولاد الكبار يعني انا مبسوط جدا لما كل اللعيبه بيكلمك على انت بتتفاوض معاه وهم عمالين يقول لك خلص جدا جدا. فده بيبقى حاجه كويسه جدا. خلي بالك ميرال بتقلق اي مدرب على فكره. خلي بالك ميرال فيها ميزه، انا ما بقولش الكلام ده وهي معانا على الهوا كمان، لا ميرال يعني حبوبه. يعني ايه؟ يعني تحس ان هي مش هتتعبك.
هي صريحة، أنا بحب الصراحة. يعني هي كده ممكن تقول لك في وشك أنت ما بتدافعش، أنت مقصر يعني. هي زيي. فأنا بتريحني الشخصية دي. طب قول لي، أنا بشوفك في الملعب يا كابتن، أنا بقعد أتفرج على تمرينك، بتحفظ كتير يعني، بتوقف كتير وبتحفظ، وبالذات في الدفاع شغال على الدفاع كتير كتير وما بتزهقش يعني، ما شاء الله بلاقيك عمال تعيد وتزيد وما عندكش يعني. افهم من كده ان انت اعتمادك هيبقى الموسم الجاي بشكل كبير على الدفاع يا كابتن؟ على الاثنين. انا الجزء، بس انا دلوقتي ناقصني محترفه، فانا هراجع كده كده على الاوفنس. فانا واخد جزء اصلا، ان انا السنه فاتت ما لحقتش حتى اغرس الجزء الدفاعي او البيزك بتاع الاوفنس. احنا بنتمرن اوفنس حتى هما انت بتحب السكرين او انا الورم اب جزء من تكتيك او جزء من رولز طبعا طول عمرك. انما دفاعيا لو الكيمياء ما بين اللعيبه، خصوصا بعيد عن الوان ان وان التيم ديفنس، يعني سكرين بول ازاي الخمسه يتحركوا، فعايزه تكرار تكرار تكرار، تحفظ كتير طبعا. طب المحترف جاي امتى؟ ان شاء الله هتسافر الثلاثه توصل 4/9. الثلاثه اللي جاي 4/9 توصل 4 تسافر الثلاث ده اسبوع. جاي منين؟ جاي من امريكا. جاي من امريكا. جاي من امريكا يعني هي يوم 4/9 لسه مخلصه الدوري النيوزيلندي، رجعت امريكا شويه، خدوا البطوله. هي عامله ارقام حلوه ما شاء الله، وام في بي في البطوله كمان. طب انت اخترتها ازاي يا كابتن طارق؟ يعني هل جالك فيديوهات؟ هل حد من السماسره الكبار؟ انا رجب، هو بحكم ان انا علاقتي بيه كويسه، هو يعني هو في البنات متمرس شويه الحته بتاعته، الحته بتاعته من قبل ما الموسم يخلص، واحنا عينينا هنجيب اني بوزيشن. قلت له انا عايز حد يلعب 4-3 او 4-5. اللي جايه بتلعب 3-4-5، يعني تلعب في الثلاثه، تقدر تلعب انسايد كمان بظهرها. فكنا عايزين نجيب حد من اوروبا بدري قبل ما يتخطفوا. هي كانت فكره كده يعني، هي لو انت لو تقلت قعدت الموضوع قعد يتاخر الكويسين بيروح اوروبا، فبتستنى اللي بعدها. احنا خدناها وهي في الدوري التركي بتلعب لسه الدوري النيوزيلندي. بقى هي لعبت في التركي، خلصوه نيوزيلندا دوري في مضبوطوها لسه في الاول في تركيا. وهي في تركيا دوري تركي صعب. طبعا احسن يعني احسن دوريات اوروبا. طب انتوا لما عرضتوا علينا النادي الاهلي قالت حاجه يعني، ولا هي كانت موافقه ولا قالت لك استنوا عليا؟ هي ما مشينا الكلام معاها رسمي، هي كان رجب وانت اكيد عرفت لها وضع النادي. فلو هي بتعمل، ما اعرفش طبعا، لو هي بتعمل بحث هتعرف النادي الاهلي ده طبعا حاجه كبيره جدا. انما احنا ما خدناش وقت في الموضوع ده كتير يعني، هي لما تيجي فصال في الفلوس بس شويه، التفاصيل دي لما تيجي كله بيجي في دماغي لو بنعرف منهم التفاصيل. بس مرال اقول يعني، انت اتعاملتي مع كابتن طارق قبل كده؟ لا يعني اول مره، اول ما اتمرني معاه سواء يعني. كابتن طارق كان يعني مدير فني الدرجه الاولى وبطل افريقيا 2016 ودوري بعد غياب، فهو كان ليه بقى كبير في الـ في الـ في الولاد يعني. بس انت ما كانش ليه في، بس انت ما اتعاملتيش معاه. لا دي طب فاكره هو بيلعب؟ لا طبعا. ايوه بس انت بطلت من قريب مش من بعيد يعني، يعني 10 سنه يعني حاجه تشوش. طب قولي يا امرأة، يعني شايفه المنتخب ايه يعني دلوقتي؟ منتخب الاولاد برضو لازم اروح على الحته دي، منتخب الاولاد ما شاء الله ماشي كويس. وان شاء الله يعني انا متفائل من اول حتى مباراه السنغال اللي خسرناها في السنغال، وبقول المنتخب ده بيلعب بشكل كويس. شايفه من ساعه اختياره والسيستم الدفاعي والهجومي، شايفه احنا في منتخب السيدات نقدر نعمل اللي بيعمله الرجال، ولا شايفه المالي والسنغال يعني شداد علينا؟ لا والله شايفه ان احنا نقدر نعمل حاجه، خاصه ان احنا في المنتخب احنا جيل صغيرين. صحيح. فاحنا دخلنا كذا سنه فبقى عندنا خبره، فهم كمان كانوا يعني مثلا مالي والسنغال كل اللي بيلعبوا كبار، فهم تقريبا شبه يعني فعلا خلصوا او بطلوا. فده المفروض ده بقى وقتنا ان احنا ان شاء الله نبتدي نعمل حاجه، خاصه ان احنا دخلنا كذا سنه بالجيل ده. بس احنا دايما هم بيتفوقوا علينا فيزيكال يعني، بيبقوا طوال قوي وباور. هي دي مشكله. هي دي المشكله. شايفه نقدر اصل، خلي بالك هي دي الموضوع ده هو الازمه، احنا فنيا اعلى بكتير. فهم لو عندهم 20% فنيات بيكتسحوا مع 80% بدني. شايفه الموضوع ده نقدر نوقفه ازاي يعني، خاصه ان احنا عمرنا ما نقدر نجاريهم في البدني عمرنا. هي المشكله ان مثلا السكور بيبقى قريب جدا مثلا لغايه الكوارتر الرابع، بعد كده احنا بقى بنبتدي نقع في الاخر. هي بس دي مشكله، احنا بس لو ابتدينا نركز على الفتنس وكل حاجه احنا هنبقى زيهم. بس هي الفكره احنا برضو السن، هم كانوا على طول خبره بطريقه مش طبيعيه يعني، مثلا واحده عندها 30 سنه ولا 32 سنه لسه بيلعبوا. بس احنا عشان احنا جيلنا مثلا 97 6 5 في الجيل ده صغيرين وخدوا خبرات بالظبط، فلعبنا كذا سنه، فاللي هو لا يعني المفروض يعني افريقيا اللي جايه والتصفيات لا ان شاء الله نعمل فيها حاجه مختلفه. طب قولي لي، ارجع فلاش باك كده خطوه وانت رايحه الجامعه. تمام، انت لعبت فين في انهي جامعه في امريكا؟
وسترن كنتاكي. حلو، يعني في ولايه كنتاكي برضه. طيب رحت ازاي؟ يعني اشتركت ازاي؟ مين المدرب اللي كان بيمرنك؟ استفدت ايه؟ يعني كلميني على التجربه بشكل عام. انا جات لي السكولرشيب بعد ما لعبت افريقيا مع المنتخب تحت 18 سنه هنا في القاهره، بس انا ما سافرتش بعديها، كنت لسه عايزه اكمل في مصر يعني. بعد كده سافرت كاس عالم، وبعد كده لعبت منتخب مع فيرست تيم مع كابتن عمرو عاشور. بعديها بقى قررت اللي هو نفس سافر. الجامعه مصره عليك؟ لا، كلموني تاني. مين بقى الكوتش اللي كان ماسك هناك؟ بس هو بيبقى الكوتش هو اللي بيحرك الموضوع. مين هو بقى؟ لا، هو يعني مدرب في الجامعه يعني. مش ماسك منتخب امريكا او حاجه، بس هو اسمه كوتش كولينز. بس هو كلمني، هو في الاول كان في مدربه تانية غيره. هي مشيت، فهي كانت عايزاني اروح معاها الجامعه، وهو كلمني ان انا افضل في الجامعه. فانا كنت عايزه اروح الجامعه دي، خاصه كان معايا رنيم. هي رنيم كانت سافرت قبليه بسنه، قبل منك بسنه رنيم. ايوه. فانا كنت حابه اروح اكون معاها يعني كحد يعني يساعدني وكده. خلي بالك دي اللي هون عليك الدنيا، خلي بالك. لا بصراحه، حد سابقك واداك خبرته، ولما رجعت انت خلاص بقى كنت تمام. ايوه، هي هونت عليا كتير جدا. وده اللي شجعك، خلي بالك. صح، ايوه بالظبط. فسافرت مش فاكره 2018، دي كانت اول سنه، كانت معايا رنيم. فهي اول سنه كانت رنيم اختها هناك في امريكا كمان كانت. هي عايشه هناك. خلي بالك انا مراقب كل حاجه، ما عنديش معلومه. هي عايشه هناك. لا، وكانت بتجي لكم بتوع على فاكر. كانت بتجي لنا. فده هون عليك الدنيا. طب لما رحتي ما اتخضتيش كده وانت اول، انت قعدتي في الدورم بتاع الجامعه ولا كنت؟ الدورم بتاع الجامعه. طيب انت ما اتخضتيش مثلا وانت هناك؟ موضوع الاكل ده مزعج جدا، خلي بالك في البدايه. لا، ما اول سنه دي انا كنت باكل بس يعني ما كانش في اوبشن تاني غير الاكل. بالظبط، يعني انا لسه جايه جديده ومش عارفه حاجه، فلازم تاكلي وخلاص، الاكل دي جايز تاكلي. ايوه، كنت باكل بس فعلا. وبدات يعني بداتي بقى يعني تبتدي اكلات المصريه تعمليها انت ورنيم مثلا؟ هل كان بيبقى في حد بتوصوه يجيبوا لكم اكل؟ يعني كنت بتتصرفوا ازاي؟ خلي بالك الموضوع ده بيزعج كل اللعيبه اللي بتروح امريكا. لا، هم احنا اصلا كنا بناكل من الجامعه، كان بيبقى لينا الاي دي بتاعنا على طول بناكل من الجامعه، بس احنا ما كناش بنطبخ يعني. يا رنيم هي اللي كانت اكتريه الوقت، هي اللي كانت بتطبخ مش انا. بس هي تاني سنه لغايه اخر سنه ليا، لا انا ابتديت بقى انتظم في الاكل خلاص، اتعودت على الاكل، فبقيت اركز في اكلي. مبسوطه بتجربتك دي؟ جدا جدا. لا، يعني اتعلمت هناك كتير قوي. انك كتير اتعلمتي. حابه ترجعي تاني امريكا مثلا لاي حاجه زياره؟ لا زياره. لا طبعا، حابه ان ارجع زياره. خلي بالك انت رحتي على جامعه كويسه جدا على فكره، ما شاء الله. يعني جامعه كويسه ومعروف وليها اسم جامد جدا. طيب يعني بس دي جت من خلال لعبك مع المنتخب، ما كانش في حد دل جامعه عليكي او حد مصري يساعدك؟ لا، هي جامعه شافوكي قالوا لك احنا عايزينك. كابتن احمد عوض الله ساعدني طبعا. كان بيكلمني ويتكلم مع الجامعه، فهو برده كان معايا يعني. بس خلي بالك يا كابتن برده دي بتدي خبرات، يعني التجربه دي يعني بتدي خبرات جامده جدا. بس تبقى صح، اللي يقدر يوصل للليفل ده انه يبقى ليه تايم حتى جوه الجامعه بيلعب فيها، طبعا بيتمرن كويس واحتكاك كويس، والجزء البدني بيختلف، اللعيب بيتحول هناك بدنيا. طب قول لي يا كابتن، انت يعني السنه دي خلاص كده مفيش صفقات جديده هتعملها؟ خلاص انت فرقتك اكتملت خلاص؟ فرقتك اكتملت والامور تمام، مع وجود المحترفه بقى ان شاء الله يوم 4 9 هتيجي ان شاء الله، هيبقى كده فرقتك تمام. شايف الدوري ازاي يا كابتن طارق وبكل صراحه؟ لا، الدوري ما مش زي ما الناس متخيله، مش وان سايد جيم. السبورتنج فريق برضو جاب محترفه كويسه، ورجعت منار ورجعت نسمه، وخدوا من مصر نورهان، يعني برضو 50-50. احنا بنغرز او من دلوقتي، احنا ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني. احنا السنه دي انا بعتبر لهم الكلام ده، انا ماضي عليه، لو خسرنا حاجه همشي يعني. فانت ان شاء الله ان شاء الله بتغرز في الولاد ان انت كل حاجه داخلين ناخد كل حاجه ان شاء الله. طب انت شايف ان سبورتنج، هل في انديه ثانيه شايف انها يعني شدت حيلها السنه دي؟ انت متابع برضه مؤسسه التامين مثلا السنه اللي فاتت؟ في انديه، لا، فيها لعيبه كويسه ومدربين كويسين، بس العدد الوفره اللي عنده ممكن ما يكملش يعني. لوبيس فرقه كويسه، التامين فرقه كويسه، سموحه فرقه كويسه، الاتحاد لا جامع شويه لعيبه كويسين، الاتحاد طبعا دخل، الزمالك خد مش برضه مجموعه لعيبه مش قليلين، بس هي البنش العدد اللعيبه اللي عندك هتستحمل لنهايه الموسم ولا لا؟ يعني انت شايف ان برضو في انديه صرفت في زائد المرتبط؟ طبعا. يعني كله صرف يعني. احنا كنا دايما مش لاقي اهلي سبورتنج هم اللي بيصرفوا دلوقتي. انت قلت السنه اللي فاتت سادس الدوري، الاتحاد دخل في اللعبه، الزمالك دخل في اللعبه. يعني انت بتقول لي انديه ما كانتش موجوده على الساحه. هو في اي حد ممكن يقدر في المربع، مش ما فيش فرق بعينها، انما المنافسه يعني مش انا واحد ما بحبش اقول الكلام ده، بس بالورقه والقلم
فنيا احنا بنتكلم فنيا احنا بنتكلم فنيا فنيا اهلي سبورت خبرات وعدد لعيبه وصغيرين يعني اهلي سبورت نظام الدوري تعرف يعني نفس النظام السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت الاول دوري المرتبط نفس السنه اللي فاتت بعد كده دوري بعد كده السوبر المصري اللي اتلعب السوبر المصري بين بين الدوري والسوبر المصري وبعدين ده السوبر السوبر دوري السوبر وبعد كده كاس مصر غالبا بيبقى كده ان شاء الله ان شاء الله بنفكر في افريقيا انا اول حاجه عملتها قدمت على البطوله العربيه وافريقيا امتى البطوله العربيه البطوله العربيه طبعا اعتذرنا عنها السيدات كانت في الكويت برضو ولا كانت تلعب فين التونس في العمل التونسي مش شرط تلعب يعني كده تلعب في الكويت السيدات تلعب الرجال في الكويت انما السيدات في تونس احنا قبل كانت في تونس في العمل التونسي اعتذرنا خلاص النادي اعتذر كانت في شهر كام 20/9 تمام ان شاء الله افريقيا في بطوله اول حاجه كلمت المهندس هشام الحريري وكان هو كان ساعتها بطوله البال فاينل ما اللي كان فيها الزمالك كلم الاتحاد الافريقي رحب جدا بس موزمبيق كانت يعني من بدري مقدمه مقدمه وخدت تنظيم انت كنت عايز تشارك وتستضيف الاثنين ولا ايه استضيف انظم اتنظم انظم انا اول سنه انظم اول تشارك ما انت عايز نظمت يبقى تشارك مش عايز اعمل للفرق اجهاد انك تروح تنزانيا وبعدين تروح موزمبيق وبعدين تيجي دوري لو هي عندي في مصر هنا هنشارك فوعدونا لو موزمبيق اعتذرت يعني انت الاهلي على طول يعني انت راهن مشاركتك بان انت تنظم ما نظمتش انا بالاتفاق حتى مع انت عايز تعيد تجربه 2016 مش عايز اول سنه يبقى الفرقه حتى يبقى فيها حاجه فيها ريسك خصوصا هي بطوله مش سهله هي بطوله صعبه جدا وانا في الولاد اخر سنه وانا معاهم برضو طلعت تصفيات حصل لي دروب كبير جدا ما بين اصابات انت انت رجعت افريقيا يا كابتن طارق في 2016 ما كانش حد متوقع ولا حد باصص ولا حد الدنيا الدنيا كانت يمين ورحنا شمال وكسبت فرق يعني الحقيقه ما هو ده اللي انا بكلمك هي عايزه قلب تصدق تصدق وتغرز وتبقى واثق في شغلك لازم اللعيب يصدق يعني انا قعدت في الولاد حصل لي موقف عزني طارق الغنام في اللقاء في التلفزيون في قناه الاهلي بيتكلم على بطوله هي صعبه جدا انه شارك فيها وبنخسر يعني ايه اتكلم عليها طارق الغنام فما بالك في اللي تحتيه فانت تقعد فتره طويله تلعب على الجزء ده انه يصدق انه يكسبها ما حدش كان مصدق الحقيقه انت لو ما صدقتش خلاص لازم لازم تصدق ولازم تغرزها لازم الولاد يصدقوا يقابلك لازم الولاد اللي هم بيلعبوا لازم يصدقوا طب وليه يا مرار انت كنت متابع اكيد الدوري وانت في امريكا اكيد بتتفرج على ماتشات الاهلي وسبورتنج وبتجيبيها وخاصه ان رايم كان جت فانت اكيد بتتابعي صاحبتك فالدنيا يعني ايه يعني انت كنت شايفه الدنيا ايه شايفه النادي الاهلي السنه اللي فاتت ايه اللي حصل ايه شايفه ليه الدروب ده حصل معانا السنه اللي فاتت من وجهه نظرك يعني اول حاجه طبعا سوريا لما اتصابت طبعا اتصابت في اول الموسم كمان ما لحقناش فالموضوع كان صعب قوي مش عارفه بقى ايه اللي حصل في الفرقه كدروب يعني بس هو حصل هزه في الفرقه كده تحس ان هي برده ايه حتى كابتن طارق قال كان بيطلعوا يعني من دروب لدروب وكانت المسافات البينيه بين بطولات قريبه فما كانش الفرقه بتلحق تبرر ان احنا السنه اللي قبليها كنا مقدمين اداء كويس طب شايفه يعني بحكم ان انت برده منتخب ومتابعه كل حاجه شايفه ايه اللي يميزنا السنه دي مش هنتكلم عن الخصوم كل يعني او يعني الانديه الاخرى كل الاحترام ليهم شاء منافسين ما بحبش اقول خصوم احنا منافسين ولكن احنا شايفه ايه اللي يميزنا كفرقه هو زي ما كابتن طارق قال احنا عددنا ما شاء الله كبير وعندنا بنش كويس وكمان عندنا كذا واحده بتلعب كذا بوزيشن فالمفروض ده يعني يميزنا عن بقيه الفرق السنه دي ان شاء الله شايفه في وفره في البنش ولاعيبه واكتر من مكان بس يا رب يحفظنا من الاصابات يا رب طب الناحيه البدنيه انتوا كابتن طارق انا شايف طبعا يعني متوصي تمام بس انتوا يعني الناحيه البدنيه حاسين باهميتها عشان ربنا يكفينا يعني على الاقل يبقى انت خدت سبب من اسباب ان ربنا يبعد عنك الاصابات مهتمين بالناحيه البدنيه لا كلنا مهتمين وكلنا بنروح الفتنس لما بيبقى عندنا يوم فتنس لا كلنا بنحضر بتتكلموا مع بعض في الحته دي لان احنا لازم كلنا نكون موجودين ولازم مثلا ننزل قبل التمرين نكون موجودين بدري قبلها بنص ساعه عشان لو حد عايز الدكتوره في حاجه او حد عايز يشوف التقويات بتاعته ويعملها عشان ننزل التمرين جاهزين صحيح. يعني طب قولي لي انت اكيد شفتي النادي الاهلي من بره دلوقتي انت شايفاه من جوه حاسه ان يعني اللي بتسمعيه من نظام وسيستم واهتمام شايفاه بعينك دلوقتي لا والله شايفاه بعيني
كل الالعاب كمان مش احنا بس يعني. وحاسه بالهدوء والاستابيليتي جوه النادي يعني الحاجات انا نفسي حسيتها. اصل انا بقول لها حاجه انا حسيتها، بتخش تلاقي الدنيا هاديه وستيبل وكل واحد شايف شغله. حسيتي ده لمستيه؟ لا 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 شفت ده. وكمان المدرب الاجنبي بتاع الناشئين على طول موجود. فلا لا والله فهو فعلا الناس كلها مهتمه يعني، مبتسم على طول وجميل وبيحضر التمرين وتلاقيه داخل انت معاك في التمرين. اول يوم قال لي بيست تيم عمي بعيد عنك. فهو انت شايفه الروح حلوه يعني، حاسه وكمان حلو ان انتوا بيبقى الولاد بتمرنوا في ملعب والبنات سواء ناشئين او ناشئات او درجه اولى، درجه اولى بس بتمرن في طب قولي لي يعني امنيتك ايه مع الاهلي؟ لا هو ان شاء الله السيزون ده ناخد البطولات كلها ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله ونفتكر كلامك ده، وانا متاكد من غير يعني ان شاء الله انت بالك دور كبير جدا. يا رب ان شاء الله. مروان انا بشكرك شكرا جزيلا. لازم نطلع فاصل عشان تيجي معانا ثريا صاحبتك وطبعا يور روميت. فبشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك بامانه كل التوفيق. ربنا يخليك والله شكرا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان تنضم لينا ثريا محمد عشان نقول لها على الهواء الحمد لله على السلامه ونعرف اخبارها ايه واستعداداتها للموسم الجديد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وبنرحب في بدايه الفقره بثريا محمد نجمتنا يعني زي ما بيقولوا كليوباترا النيل واتقال عليها كتير في الاتحاد الافريقي والدولي، نجمتنا نجمه كره السله في النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحمد لله على السلامه واهلا بيكي في قناه الاهلي يا ثريا. الله يسلمك اهلا بيك. اللي ما يعرفوش طبعا الظروف اللي حصلت، ثريا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابه شديده رباط صليبي وكان في بدايه الموسم في مباراه الجزيره في القاهره. والحقيقه هي كانت لحم موسمين مع بعض. ويعني كانت اصابه شديده والحمد لله دلوقتي بدات تتعافى وبدات تنزل مع الفريق الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كانت فتره صعبه صح؟ كانت صعبه جدا بصراحه عليكي يعني، كانت يعني بالذات انت كنت يعني في زي ما بيقولوا يعني في عز تألقك. دي حقيقه. زعلت جامد يا ثريا صح؟ طبعا اكيد زعلت طبعا، هي جت في اول الموسم وان انا زي ما حضرتك قلت فعلا كنت يعني حتى في الماتش ده انا كنت فعلا كويسه وماشيه كويس جدا. ما جاش في دماغي خالص ان يعني انا مش متخيله اصلا اصابه رباط صليبي دي عامله ازاي. بس لا الموضوع تعيطي جامد في الملعب وانا حسيت ان ركبتي مش في مكانها يعني، انا حسيت فعلا ركبتي لفت مينيمم مثلا مرتين، فالموضوع فعلا كان صعب. بس ان حد يخبط حد فتخبط حد فتخبط فريده اللي معايا في الفرقه ففريده تزقني، فهي متقدره لي يعني الحمد لله. بس فالحمد لله كانت فتره صعبه بس عدت الحمد لله بالعزيمه. انا شايف كمان الحمد لله انت كنت بتمرني بتعدي كويس وعلاج طبيعي وتاهيل الحمد لله يعني كنا سامعين انت حتى ملتزمه بالتزام شديد عشان ترجعي في الميعاد. دي حقيقه. انا فعلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكون ملتزمه مثلا في الجيم ان انا اروح كل يوم. الحمد لله في خلال التسع شهور ما غبتش ولا يوم خالص في الجيم. مدرب التأهيل بتاعي كان بيساعدني جامد بصراحة، كابتن محمد علي كان على طول موجود معايا. بنزل الشوط لوحدي بيكون موجود، بنزل في الجيم حتى بيجي لي في أي وقت. فهو حس ان انا فعلا عايزه ان انا ارجع فاسعدني. طبيعتك ملتزمه اصلا يعني، طبيعتك ملتزمه وعايزه تبقى احسن. وبننتهز الفرصه دي ونقول لك مبروك على الجواز. الله يبارك فيك. مبروك على كتب الكتاب وان شاء الله نتمنى لك حياه كلها مليئه بالسعاده ومليئه طبعا بالنجاح. فيعني حاجه برضو ساعدتنا جدا جدا وفرحنا لك جدا جدا يا ثريا. الله يبارك فيك ميرسي. طب قولي لي يا ثريا يعني اكيد عودتك من يعني السنه اللي فاتت انت مينيمم كده فرقتي معانا 20 بونت في السكور يعني. واحنا معلش يا كابتن خلينا انا بتكلم بقى سنه اقول انا بقى ف 20 بونت مش موجودين في السكور، لعيبه مؤثره جدا مش في النادي الاهلي بس ده في منتخب مصر. والفرقه اتعرضت لهزه فطبعا وانت راجع من اصابه لسه محتاجه الناس عليكي يعني زي ما بيقولوا يا وشه وشه واحده واحده لغايه ما ترجعي لنفسك وترجعي لمستواكي. شايفه الموسم معاكي ازاي وشايفه الموسم بالنسبه للفرقه وانت جزء منه ايه؟ والله انا شايفه ان الموسم السنه دي مختلف زي ما كابتن طارق وميرال كانوا بيقولوا ان كل بوزيشن فعلا في اكتر من واحده او اتنين مينيمم اتنين من كل بوزيشن لعبوا منتخب مصر درجه اولى. فدي حاجه هتساعدنا اكتر ان احنا مش فارقه مين في الملعب مين بره الملعب، كده كده اي تغيير كابتن طارق هيعمله هيبقى افكتيف فعلا، مش هتبقى فارقه مين جوه بالظبط. الخمسه اللي في الملعب اي خمسه في الملعب يقدروا يشيلوا الدرجه اولى. دي حاجه تسعدك كنجمه في الفريق؟ طبعا دي حاجه تسعدني. احنا حتى يعني المنتاليتي اللي كابتن طارق عايزنا نبقى فيها ان لسه حتى كان في اخر تمرين بيقول لنا انتوا كنا طالعين انا وميرال وسلعاوي مع بعض بيقول لنا الفاضيه فيكوا تاخدوا الكوره يعني انت يعني فاضيه فيكوا واللي ضامن اللي جنبها هتجيب تديها لها تسيب لها الكوره ايا كان مين اللي موجود في الملعب. فكل ده طبعا حاجه بتحسسنا ان الكوتش واثق فينا كلنا مش واثق في حد واحد بس ومقدر ان احنا نعمل اسيست يعني. خلي بالك المدربين معلش ومش طارق خيري بعد اذنك يعني يا كابتن يعني
هو بيبص اللي عنده يعني هو كان لعيب بوينت جارد وكان الاسيست عنده اهم من الباسكت طبعا فهو هيبقى مقدر ده صح. اللي هتلعب يعني زميلتها في الملعب هيبقى مقدره بشكل كبير وممكن صح. تبقى هي النجمه الاولى بالظبط وخصوصا لو لعيبه كتير بتحب السكور فلما تدور على الاسيست ده نجاح كبير لاي صح. فرقه طب انت يعني جعانه بطولات قوي بصراحه يعني نفسك. نفسي كمان خصوصا الموسم ده اني راجع بعد اصابه وان الفرقه بقت جبنا صفقتين كويسين جدا زي كانت ميرال او هاله والناس اللي جددت فرقه متكامله فبصراحه نفسي ان احنا نرجع ناخد كل المحترفه شفتيها شفت هايلايتس ليها فبصراحه شايفاها مفيده جدا يعني. جدا يعني بتلعب بره ماشي تلعب جوه ماشي خفيفه تنفع فوق ولعبت وتحت. في دوريات قويه يعني بالزبط. جايه مجربه جاهزه ومتشافه كويس مش انانيه يعني هتقدر انها تساعدنا وتقدر يعني احنا الحمد لله ما عندناش دروب في مكان بس هي تتحط في اي مكان هتملاه عادي خالص بس برافو انا عاجبني يعني تفكيرك اللي بتفكري بيه والله بجد يعني خلي بالك النجم جوه وبره الملعب بيبقى هو النجم بره جوه انا غارس فيهم الحاجات دي انا بحسبهم على الكلام ده ان انا مش عايز كلهم نجوم بس انا مش عايز حد يتعامل مع نفسي يعني مثلا مش الغيره انا وصرايا في نفس البوزيشن او انا كاترين لو انا بجيب ممكن انا من جوه اتضايق انا بكسر دي ان احنا النادي التيم النهارده اللي ماشي يومه يعني بنقعد نتكلم فيها نظر كتير وساعات لو حد مش فاضي وجنبه واحد فاضي وخد تراي حتى لو فاضي بنسبه 50% لا ستوب بتلومه اوبن فاحنا بنغرزها وهي عمليه عاده يعني هي الموضوع كله لو اتعودوا على الكلام ده الموضوع مع اي فرقه في العالم كده بس خلي بالك انا اقول لك انا احييك على ده بصراحه لان هو دايما يقول لك الاب ما انت كاب في الفرقه بصرف نظر انت مدير فني الاب في الفرقه ممكن لو الولاد ما حبوش بعضهم بيبقى الاب دور هو اللي بيميز حد عن حد فبيبتدي يحصل ايه حساسيات نفسيه بس انت من اول يوم زرع ده وانت كنت بتحب وانت لعيب ما بتظلمش انت طالما هم شايفين انك انت عادل مع كل ممكن المحاسبه الكبير زي الصغير ممكن تيجي على الصغير سنه بحكم ان انت عايزه يبذل اقصى مجهود انما مش في معامله يعني مش في ميستيك هم لما بيحسوا ده منك خلاص هي تبقى طباع خلاص اتعودوا على الكلام ده وانا اتربيت كده انا بحب في كل فرقه يبقى التيم يحبوا بعض انا علاقتي بيهم بره الملعب علاقه العادي بتاعي علاقه بحبهم كلهم انما بيني وبينك الملعب ربنا بعد عن كل اصابات يعني هي يمكن انا متاكد ان انا عندي ثلاث اصابات اصلا إيه عندي اربع بيبوتات مصابين الاربع بيبوتات قول لي مين هاله في تقسيمه كده خلع في الصباع اليمين ولا الشمال اليمين مش فاكر الشمال الشمال عشان بسال ليه عشان تبقى شيتا سمانه طلع كانت حاله قديمه حاجه قديمه ده انا فاكر انها دي حاجه دي حاجه مز... لا شد كله ماشي. شد مش مزق طب حلو الحمد لله طب نادى نافع سمانه برضو حلمة جالها شد قامت شد والله قامت من النوم بكلام النوم كده قامت نوم كلام جالها شد ما على فكره ما هو ده ممكن يكون برضو يعني الرابعه مين رنيم رنيم ظهرها شادد جامد قوي يعني الظهر القطنيه ظهر من فوق كده قافش جامد جدا الف سلامه بقى لها اربع خمس ايام ومنتظرين بس الحمد لله اصابات في المحدود مش الحمد لله توقيتها انا مش يعني انا بقى دلوقتي الوقت الجيمات والمنشطات الوديه وخلي بالك انت لسه برضو كده انت مستني المحترفه لما تيجي رول متعذبه بتلعب اربعه دلوقتي لا انا الحمد لله عندي جايده بتلعب 3 4 جايده برضو لعبت منتخبات ناشئين جايده ممتازه فعرفت النهارده عندها برضو شد في السمانه 18 سنه عندي كام بنت كويسين بس يا كابتن عايز اسال سؤال ما انت برضو يعني هل قعدت مع الجهاز معاك مع الجهاز الطبي وقعدتوا حللتوا اسباب الشد هل ما في حاجه نقدر نعملها نقلل احتماليه الشد يعني هل فكرت ازاي تمشي في التراك ده هل محتاجين استرتشات اكتر لا النهارده من امبارح حتى قلنا لازم يبقى في مساج بنجيب حد يعمل مساج وتلك بعد اليوم اللي قبل الاجازه تمام ونشوف بقى الدنيا دي فيها انا مع الدكتور ياسمين النهارده كنا قاعدين برنامج لكل واحده عشان مع كابتن اكرم السبكي اللي هو معيد اعداد البدني نبقى الاحمال مع الناس دي تمشي مش زي مثلا واحد سليم الله ينور عليك تبقى مدروس عشان ما نقعدش في الاصابه دي اخر الموسم ربنا لا ان شاء الله خير اكيد 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 الاصابه عدو كل مدرب طب قولي لي انت شاركتي في التقسيمات عادي شاركت خلاص في التقسيم خلاص عادي بتشاركي عادي الحمد لله ربي يحفظك يا رب يحفظك طب اي يعني كلميني عن اول تمرينه برضو لما نزلت كنت قلقانه لسه شويه ولا خلاص القلق ده راح والرهبه بتاعت عوده الاصابه دي راحت والله هي اول تمرينه بالنسبه لي لوحدي كانت موليه اكتر من اول تمرينه مع الفرقه يعني كنت نازله وخايفه ان انا اعمل فنت كده اروح دي بصراحه دي اكتر حاجه كانت قلقاني بس
بس انا اتعودت خلاص. نسيت يعني خلاص كل الوجع اللي انا كنت فيه ده هيخليني انسى ان انا عايز انزل وارجع احسن من الاول، فهخاف هيحصل لي حاجه وحشه. قلت خلاص انا لازم اشيل ده من دماغي ولازم ارجع لوحدي كويسه عشان ابقى مع الفرقه واصله معاهم يعني المستوى الفني اللي هم فيه، ما بقاش انا بعيد عنهم. طب انت مثلا ناخدها وقت كده، انت اتصابتي في بدايه الموسم اللي فات يعني نقول في شهر اكتوبر تقريبا ولا اتصابتي يوم 12/10؟ انا فاكر. كنت خلصت علاج طبيعي وكنت جاهزه امتى؟ على شهر مثلا مايو خلصت مثلا في 7 شهر ليا يعني انا عملت العمليه يوم 1/11 يعني 11 في مايو. مايو نزلت كده لوحدي شوت، نزلت بعد كده 1-on-1 كان بعد رمضان بتهيالي يعني يمكن ناجي بيقول لي بعد رمضان كنت جاهزه. فنزلت لوحدي الاول كنت بشوط ناجي بيقول لي كان كل ما يعدي عصايه عليك بتشوطي لوحدك. يعني انت متراقبه. انت متراقبه وكمان يعني ميرال صورت لك فيديو وانت نازله الملعب فانت متراقبه. بصي انت متراقبه خلي بالك مش عارفه اخبي حاجه متراقبه من كل الناس. لا ان شاء الله اكيد السنه تبقى كويسه. وبعدين حصل ايه بعد 7 شهور؟ بدات واحده واحده يعني ما كنتش بحتك في الاول يعني كنتش بلعب 1-on-1 عنيف طبعا. بعدين خلصت الشهر السابع ليا لما خلصت 7 شهور يعني كنت خلاص اللي هو ببتدي بقى انا لوحدي حتى بلاقي نفسي قادره ان انا اخش وازق في حد اخش واقع عادي خلاص. يعني وانا خدت الثقه خلاص يعني خدتها فخلاص. هي دي مشكله الصليبي بالذات، هي ان انت ترجع نفسك تنسى الاصابه بالظبط، ودي محتاجه شغل على فكره ذهني. وكويس انت فاهمه يعني انت شكلك اشتغلتي على نفسك منتال في الموضوع ده. ممكن يكون فعلا ده ساعدني كتير ان انا اللي هو اللي انا ابقى حاطه في دماغي ان انا مش هينفع اركز ان انا خايفه اخش الكوره دي عشان هتصاب. لا لازم خلاص لازم تنسي خالص وتلعبي نورمال، لان انت الاصابه كان في كونديشن غريب، زق حد زق وقعتي ورحت واقعه يعني ان شاء الله الموضوع ده حادثه خلاص. محمد علي ليه دور في القصه دي بصراحه، وكان بيجي معاها واحد على واحد وهو اللي بيعمل معاها الكونتاكت يعني هو اللي بيزقها. طيب. تلعب من لا انا عايز اعرف منك كمان حاجه، يعني متابعتك للمصابين وازاي كنت بتابع ثريا حتى في الاوف سيزون، لان الاوف سيزون كانت هي بتستعد. بس خلينا نعرف اجابتك بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن طارق خيري وثريا محمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في بدايه الموسم بنبقى حريصين ان احنا نجيب لكم كل فرقه واستعداداتها، بيبقى الجمهور متشوق ان يعرف ايه اللي بيحصل، وان النجوم نفسهم يتكلموا يقولوا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم وايه اللي يعني اللي بيتم جوه النادي الاهلي. ويمكن كنت بتكلم في الفاصل مع كابتن طارق خيري، وعلى فكره كابتن طارق خيري صاحب افريقيا 2016 عمري ما هنساها، لان البطوله دي كانت مولدي انا في الاعلام. 2016 بطوله افريقيا كانت يعني مولد كابتن طارق خيري كراجل مدير فني يعني كبير وعالمي، ومولدي انا في قناه النادي الاهلي. بس انت قلت لي في حاجه حلوه في النادي الاهلي السنه دي، ايه؟ حاجات كتير كباسكت يعني كباسكت. النادي الاهلي فيه حاجات كتير حلوه. الالفه اللي ما بين المدربين بمعنى احنا كتير قوي انا تمريني قبل كوتش اوجستي او في نفس الوقت او بعده بنخلص على الصاله انا والجهاز بتاعي، او بلاقي 3-4 مدربين من القطاع الناشئين والعكس صحيح. هو لو تمرينه بدري واحنا شغالين بالليل بيخلص مثلا تمرينه من 2-4 مثلا بيقعد من 4 لحد 9 في الصاله، ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت. شايف البنات وشايف الولاد، بس لدرجه ان هو ملفت يعني شاف عندي جايده اول مره اشوفها كانت جايه برده من صليبي شافها وهم بيشربوا طارق مين دي شايفها خامه كويسه جديده ما شافهاش السنه اللي فاتت معاك وبيفكر لا هو متابع كل هو مشارك معاك. وانا اصلا انا بعت لك على المستوى الشخصي انا بعزه وبنتكلم كتير يعني. طب انت لما قلت له تعالى العب معايا كوره قال لك ايه؟ قول عليا عادي لما قلت بس لابستي تعالى انا بلعب بقول له انت ليك في الكوره يعني في فرقه الشمس اعمارهم مش صغيره مش كبيره مش صغيره تقدر نلعب كده حد ثلاث خميس فقال لي نو في نو ليه بقى؟ انا اتصاب في العضله انا راجل عندي شغل هنا وبتاع فاليوم ده كنت رايح العب انا كنت رايح انت بقى جالك شد في نفس اليوم شد في السمانه برضه قال لك ايه بقى؟ كنت قاعد لا لا قال لي قلت لك قال لي ما انا قلت لك ما تلعبش قال لك فوق ال 40 نو بص هو يعني الاول اتقالوا ان هو راجل اجريسيف والكلام ده انا السنه اللي فاتت كنت ماسك الجيش فكسبت سبورتنج في ماتش مهم جدا هو داخل النادي واحنا قاعدين في السيركل بتاع النادي فضهري لباب النادي انا مش شايفه هو مش مجبر لو هو راجل وحش مش مجبر انه يجي لك هو اللي يقومك ومبروك بالعربي
مبروك جيم سبورتنج يعني فدي لفتت من حد كويس. انت بتتكلم على بس انت شايف الروح السنه دي بين الجهاز والاجهزه وكل رايح جاي مختلف. وداني طبعا مدير قطاع الناشئين والناشئات يعني موجود في الملعب بشكل مستمر. انت شايف الجو حلو العام حلو الاجواء جميله بصراحه ويمكن دي حاجه جميله. وخليني برضو ارجع بقى لثريا لما كانت بتتمرن في الاوف سيزون وانت كمدير فني يعني انت ما تقعد في انا في الاجازه كانت بتكلمك تعذبني هي كانت بتقول لك ايه يا محمد علي يا تعالى مرني. هي وصلت لمرحله مع محمد علي ان هي وصل ان بقى في التحام في خلاص نسيت رجليها شويه. طب حلو فتعالى بقى مرني هي وجايت. بس خلينا نعرف الناس مين محمد علي برضو. الدكتور محمد علي اعداد بدني وتاهيل اصابات ملاعب يعني عارفه طبعا اللي بيشكره هو جينيوس. انا اخويا انا بحبه على المستوى الشخصي يعني بس لازم اوجه له الشكر والناس تعرفه. طبعا طبعا هو رجع ثريا وجايده في حاله كويسه يعني الحمد لله رب العالمين. عارفين مين محمد علي بس لازم نعرفه لكم اتفضل. فاجي ابص الاقي في ضرب وفي سبنات وفي باك ليا يعني الحمد لله تسانات كويسه. انا شويه اقماع بقى وبتاع شوت الله اكبر الله اكبر يعني راجعين زي الفل بنسب يعني اكنها مش بعيد فنيا. كانت الصاله لوحدها ما هي كانت ما فيش نشاط. هي هم هي وجايده لوحدهم معانا محمد علي دي حقيقه. لا وبعدين ايه نمشي انا رايحه انت فين يعني ايه عارف اللي هو تعالى بقى تعالى بقى لا ده عجبني الشغل ده تعالى بقى. والجزء ان النفس بقى اللي هي بتتكلم فيه هي ما تعرفوش الكلام ده. انا مانع اي لعيب في الفرقه يركز معاها في موضوع رجليها يعني بس تعمل بنتريشن ويبقوا قلقانين ان هي داخله ما حدش يبص لها يعني اتعاملوا معاها ان ما فيش حاجه الحمد لله. هي اتخطت يعني هي دي مهمه للعيب على فكره. خلي بالك ثريا يعني منتاليتي غير يعني طبعا كل الاحترام والتقدير بس على المستوى البيرسونال هي بتفكر فبتقدر تقرا نفسها ومشاكلها وتحلها يعني من كلامها واضح وحتى من عينيها باين ان انا بفكر وبشتغل على نفسي. فتريها ساعدك جامد الحمد لله. الواحد انا سعيد بالتجربه بتاعت البنات سعيد ان انا القدام يعني اذا كان في ناس كتير قالت انت ترفض على فكره في ناس كتير قعدت معاهم. انا بالعكس انا كنت لا كابتن طارق وكابتن رؤوف عبد القادر هيرد عليه البنات هيقول لك لا انا كنت ماسك الولاد انا اجي ازاي. لا لا خالص انا بالعكس انا كنت حاطط مرحله في حياتي ان انا اخوض تجربه السيدات يعني انا كنت حاطط في نهايه. وكمان خلي بالك انت قلت حاجه انت قلت انا تحت امر النادي الاهلي بس ما تستوعبش ان النادي يقول لك انا عايزك في مكان وتقول لا. لا لا ما نقدرش نقول لا اصلا. خد بالك انت عندك ثلاث انا سعيد والله ان انا معاهم يعني نجوم اديت النادي الاهلي ثلاث نجوم تانيين انت ناسيهم. صح صح مؤمن ومحمد والشبل الصغير يا رب ربنا يحفظهم يعني يحفظ كل اولادنا كلهم يا رب ان شاء الله. ثريا المنتخب منتخب عندكم ايه الفتره الجايه؟ احنا يمكن السنه دي ما عندناش حاجه يمكن السنه الجايه عندنا تصفيات افريقيا نطلع منها على بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نكسب التصفيات ونروح لافريقيا وبس هو ده. عندنا بطوله عربيه بس لسه مش عارفين هنروحها ولا لا بس هي اللي احنا يعني ان احنا رايحين بنروحها على طول دايما هي التصفيات وان شاء الله بعدها. بس خلي بالك السنه دي فاضل ايه 3 شهور احنا في شهر 9 على اول السنه الجايه ان شاء الله يبقى تصفيات افريقيا تصفيات افريقيا. وخلي بالك يعني انت عودتك للمنتخب حتى هتفرق حتى المنتخب بتاع 3 كل المنتخبات تفرق معاها عودتك فبرضه يعني ايه واحده لوحدك واحده واحده على نفسك ان شاء الله تحس ان ايه لانه الموسم انا طويل فعلا لا وكمان انت لحمتي 3-4 مواسم في بعض صح ما كنتش بتريحي دي حقيقه من النادي للمنتخب من النادي للمنتخب وايه وفول تايم دي حقيقه ويمكن نادين برضو نادين بس بعد ما رجعت من الجامعه من الجامعه يعني برضو كانت متحط تحت نفس الضغط محتاجه تفصل محتاجه دي حقيقه تبقى. وخدت بالك انت في الاعتبار ده اكيد يا كابتن؟ طبعا طبعا انا ريحتها من اسبوعين 3-4 ايام لوحدها يعني انت استاذ في الموضوع ده حتى على مستوى اللعب كنت بتقول لا نادين حاله برضو الله يعني بقول لك انا محظوظ ان انا معايا نجوم متشكلين يعني الديفندر والسكور والنساء يعني ايه الموضوع بفضل الله كويس لو ان شاء الله باذن الله ربنا ما بيضيعش مجهود حد يا رب. وانت قلت كلمه حلوه العدل موجود والتمرين موجود وروح حلوه ده حقيقة. ان شاء الله نكسب. دي حقيقه دي حقيقه واحده نمره اول حاجه العدل. ما فكرتش في معسكر بره او معسكر في القاهره يعني في سوري جوه مصر في يعني مقدمين على حاجه وجاي لنا حاجه بره لسه بناكد عليها انما لو ما فيش ممكن نطلع اسكندريه نلعب ماتشين هناك نتكلم الانديه يعني هنعمل خصوصا لما المحترفه تيجي. الموسم بتاعك هيبتدي امتى؟ اتحاد ولا منطقه هتبدا الشهر الجاي؟ منطقه لا اول ماتشات حتى منطقه 20/9 بدايه ماتشات المنطقه
طيب حلو جدا. اه اعداد والمرتبط 18 مرتبط 18 لان هو يمكن الولاده 8 9 10 8 اه لان الولاده هتاخرها عشان في بطوله عربيه اسبوع اسبوع اه مش عارف 15 او 16 انما انتوا بالنسبه لكم بدري خلاص خلاص بقى شهر ثلاث اسابيع ان شاء الله تكونوا ماتشات. وحشتك الماتشات الصوريه قوي صراحه. احنا كمان وحشنا نشوفك في الملعب خلي بالك والله بجد يعني وحشنا نشوفك في الملعب وتحركاتك والثري بوينت بتاعتك يعني انت حتى وحشت جمهور النادي الاهلي وحشتينا ان احنا نشوفك في الملعب مش بس انت وحشتك يعني او انت عايزه تلعبي لا ده احنا كمان عايزين نشوفك تلعبي والله انا فعلا الماتشات وحشتني جدا وحتى لما انا كنت بتفرج على الفاينلز السنه اللي فاتت كنت ببقى خلاص ثانيه وهنزل العب معاهم يعني صحيح. فعلا الماتشات وحشتني الاجواء الفرقه المعسكرات الحاجات دي كلها حتى القفش في التمرين الحاجات دي كل الحاجات وحشتني ان شاء الله ترجع وترجعي احسن من الاول واحنا سعداء بيكي ويمكن الوقت مر سريعا يعني معاكم اديتونا طاقة إيجابية كويسة بشكرك يا ثريا وبقول لك ألف مليون الحمد لله على السلامة الله يسلمك ميرسي جدا كابتن طارق أسطورة النادي الأهلي طبعا ونجم النجوم ومدير فني السيدات فريق كرة السلة طبعا بشكرك شكرا جزيلا شكرا لك يا كابتن هيثم وسعداء باللقاء الجميل ده لما كان كوبتكم يا كابتن أعزائي المشاهدين ده كان لقائنا وبنعرف لكم مجهود المبذول في قطاع كرة السلة سيدات بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وانتظرونا يوم الأربعاء القادم حلقة مميزة جدا تابعونا واعرفوا الحلقة هتكون مع مين بشكركم شكرا جزيلا.